أعزائي المشاهدين، إن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات تأثيرا في اقتصادنا القومي، ولذا لا بد من التحديث والتطوير الدائمين لندفع بعجلة اقتصادنا القومي للأمام. فتعال معنا عزيزي المشاهد من شركة رائدة في تطوير وتحديث الصناعات الورقية، ورغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضخت المزيد من الاستثمارات، وبالتالي فهناك المزيد من فرص العمل لتساهم في تنمية مصر. إنها شركة سوفت روز للصناعات الورقية. يا شباب، لو بتحبوا مصر لازم نشتغل عشانكوا وعشانها. مع تحيات الدكتور محمد سليمان، حزب شباب بيحب مصر. عزيزي المشاهد، حلقة اليوم من مصر التي في خاطري تستضيف ابنا من أبناء هذا البلد المخلصين، محبا لبلده، ورغم أنه رجل صناعة لكنه مهموم بقضايا بلده وشبابها، القوة الفاعلة والدافع لتنمية هذا البلد. تعال معنا عزيزي المشاهد لنعرف معا ما هي خططه المستقبلية في الصناعة وفي خدمة المجتمع وأبنائه. إنه الدكتور محمد محمود سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سوفت روز انترناشونال لتحويل الورق والبلاستيك. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بك دكتور محمد. في البداية عايزين ندي فكرة لمشاهدينا عن شركة سوفت روز، عن البداية، عن التواجد في السوق المصري، وعن المنتجات أيضا الموجودة في السوق. شركة سوفت روز شركة عريقة، بدأت عام 1978 منذ نحو 36 عاما. كانت شركة صغيرة جدا وقتما، لم يكن هناك منتجون آخرون للمناديل الورقية في مصر. وكانت الفكرة أن المنتجات الورقية تباع في الصيدليات لذوي الإصابة بالبرد. وبعدها انتشرت المناديل الورقية والمنتجات الورقية الصحية على مدى واسع بظهور شركات كبرى استثمارية أجنبية. قبلت التحدي وقررت أن أصمد وأناضل لتصبح شركتي واحدة من ينافس هذه الشركات. وعلى مدى 36 عاما نجحت في هذا السباق، وأصبحت شركة سوفت روز تمتلك أحدث مصنع للمنتجات الورقية الصحية. قصة نضال طويلة وحافلة. نعم. كان منها أنني قابلت تحدي الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بالبلاد في الآونة الأخيرة. وأنشأت مصنعا في مدينة بني سويف الجديدة على 40,000 متر، به أحدث الماكينات الموجودة في مصر والشرق الأوسط الآن لإنتاج المنتجات الورقية. وكان إنشاؤه يعتبر معجزة اقتصادية، لأن المصنع القديم كان على مسطح حوالي 2,000 متر، والمصنع الجديد على مساحة 40,000 متر، فكانت طفرة غير عادية. دكتور محمد، من وجهة نظرك ما هو دور رجال الأعمال في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها مصر؟ أساساً أريد أن أوضح نقطة هامة. أن الله قادر على كل شيء، وأن الدنيا يحكمها القضاء والقدر، فكل إنسان لن يناله سوى قدره. وبالإيمان بالقضاء والقدر يجب أن نكون شجعان، ويجب أن نسعى، فلا نخاف ولا نتردد ولا نيأس. فأناشد رجال الأعمال أن يكونوا مؤمنين بالله وبالقضاء والقدر، وأن يسعوا في الإنتاج وفي عمل المشروعات وفي التجاوب مع متطلبات المجتمع وخدمته، وكل ذلك سوف يعود عليهم بالخير أساسا. خير من الله، ثم خير من ثواب عن عملهم. نعم. ثم ناتج اقتصادي لهم. وأقول لك أنني أنشأت هذا المصنع لخدمة أهالي بني سويف، وهي مدينة أنا لا أعرفها.
ولكن كانت اقتصاديا اقرب المدن بالنسبه لمركزي في بساتين. نعم. ولكن ايماني بان الله معي وسيوفقني كان قويا. دكتور محمد سليمان، الشباب هم امل المستقبل، كيف لنا ان نستثمر تلك القوه ونجعل منها قوه فاعله وايجابيه للوطن؟ في الحقيقه هذه مشكلة أرقتني كثيرا. نعم. ولن أستطيع أن أوجد بنفسي فرص عمل لجميع الناس، ولكن المثل قال اعطني سنارة ولا تعطني سمكة. فقررت أن أنمي الشباب ثقافيا واجتماعيا وبشريا، فأنشأت ما أو فكرت في إنشاء حزب سياسي ينمي الشباب بشريا واجتماعيا وثقافيا. نعم. على أساس أن يتعلم الشباب ثقافة توعيه بمعنى المستقبل وبمعنى كينونة وجوده، فيستطيع أن يبحث عن فرص عمل ويقبلها. ليست عندنا بطالة حقيقية، إن لدينا بطالة مقنعة. إن هذا الشباب هو طاقة تستطيع أن تقود التنمية في مصر كلها، ولكن الشباب محتار. أنا شخصيا عندما أبحث عن موظف أحتار، لأن الغالبية لا تريد أن تتعب في عملها وتريد الفرص السهلة، بينما الجاد الشخص الشاب الجاد ينجح ويتقدم في عمله ويصل لمراكز مرموقة. في الواقع يا فندم، احنا بالنسبة للشباب معظم الموظفين في الشركة من الشباب، تتراوح سنهم ما بين 18 لحد 35 سنة، والدكتور بيعتمد عليهم بشكل كامل في الإدارة وفي جميع الجهات الموجودة في المصنع وفي الشركة عامة. كل واحد في مجاله الدكتور بيلاقيه مثلا هو محتاج دواء معينة أو كورس معين، بيدهوله مجانا 100%، بحيث أنه يقدر يعلي منه ويعلي من مستواه، بحيث أنه هو طبعا يدي أحسن حاجة عنده للشركة. دكتور محمد سليمان، ما هي متطلبات الصمود والنجاح للفترة القادمة؟ متطلبات الصمود والنجاح هي التخلص من ذكريات الماضي والتغيير. المرحلة القادمة تتطلب تغيير المفاهيم. مفاهيم ايه يا فندم؟ مفاهيم كثيرة. نعم. مفاهيم معنى العمل ومعنى الالتزام. ثقافة العمل لابد ان تتغير. ثقافة المسؤولية لابد ان تتغير. لابد ان الناس تبحث عن واجباتها قبل ان تبحث عن حقوقها. لابد ان الناس تؤمن بالديمقراطية الحقيقية التي يجب عليهم فيها أن يكونوا منصفين وقابلين للحوار وقابلين لسماع رأي الآخر واحترامه. يا شباب، هاتوا ايديكم في ايدينا نبني مصر من جديد. مع تحيات الدكتور محمد سليمان، حزب شباب بيحب مصر. دكتور محمد سليمان، أخيرا، نعلم أن مصر دائما في خاطرك، ماذا تتمنى لمصر في المستقبل؟ أتمنى لها الخير والسلامة، وأتمنى لمصر وأحلم بأن يصبح شبابها قاطرة التنمية. قاطرة التنمية، أحلم بأن أجري الشباب هم قاطرة التنمية. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي.